بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قدم الكاتب والشاعر المغربي المقيم ببروكسل طه عدنان بمسرح لا بلاسامين آخر إنتاجاته المسرحية دنيا، وهي عبارة عن مونودراما مؤثرة تحكي قصة شابة تبحث عن ذاتها لتتخلص من ماضيها المثقل بالأحزان. منذ مسرحية باي باي جيلو وأنا ملاحق من طرف العديد من الناس ديال المسرح، سواء فلسطين حيث لعبتها هناك مسرح الحارة، أو في إيطاليا، أو في هنا أون فلاندغ، ولا العديد من الأصدقاء أيضا في العالم العربي، كاين طلب على نص جديد. أنا لم أستعجل الأمر وتركت الفرصة إلى أن ظهر لي أو ظهرت لي ملامح شخصية اللي هي شخصية دنيا، بنت من بنات الجيل الثاني للهجرة، جاءت في وقت متأخر لأن كان الوالدين ديالها كبروا شوية، دونك جات عندها الإحساس بأنها مجرد حادثة في حياة هاد الزوجين اللي كانوا كيتأهبوا الاستقبال أحفاد عوض مولودة جديدة. هذا وتم تقديم مسرحية دنيا في إطار مهرجان مسرح الذي نظم ببروكسل بمبادرة من جمعية التعاون الفني ولا شارج دو رونيسانس ومركز روح للفنون وموسم ومسرح لا بلاسامين بدعم من ولون بروكسل الدولية التي تحتفل هذه السنة بسنة الثقافية المغرب 2018، ويشكل هذا المهرجان فضاء لتشجيع التبادل البناء حول الفن السادس بين فنانين بلجيكيين ومغاربة.